كابتن أسامة، ألف مبروك، 5 نقاط من 6 مباريات، يحسم الدوري بإذن الله صراحة مزيدة إن شاء الله. طبعا ألف مبروك النهاردة، المكسب هو المهم. أنا من وجهة نظري مش شايف إن المباراة النهاردة أفضل كثيرا من مباراة فيوتشر، بس فيها مكسب يا أسامة. كان ممكن فيها مكسب بس كان ممكن الموضوع يتغير، كان ممكن جدا مباراة فيوتشر هي اللي تبقى مكسب والنهاردة تعادل، بس المكسب تملي بيخلي الناس كلها مبسوطة، وحتى مستر كولر لو جه في المؤتمر هتلاقيه مبسوط عن مباراة فيوتشر. أيوة. رغم ان انت جيت لو عملت احصائيات الماتشين، يعني انا قلت لك قبل الماتش قبل ما نبتدي الاستوديو في 14 ضربة ركنية في مباراة فيوتشر، النهارده مثلا في 2 أو 3 في الشوط الاولاني وفي 4 في الشوط الثاني، 7.5 تقريبا ضربات الركنية. لو حسبت عدد الفرص اللي راحت مننا في ماتش فيوتشر والنهارده، ماتش فيوتشر راح مننا فرص اكتر يعني، بس تملي المكسب بيخليك راضي، يعني بيخليك مبسوط حتى لو في اخطاء ما بتحسش بيها زي ما بتطلع متعادل او مغلوب، ده طبيعي يعني، سواء من الجماهير، سواء من المدير الفني، سواء من الاستوديوهات التحليليه. تملي المكسب هو اللي بيخلي الشكل افضل. فانا شايف انه مباراه فيوتشر برضو احنا يعني ضيعنا، كان فوز سهل جدا ما كانش صعب. النهارده ربنا عوضنا بالجون بيرستاو اللي هي كلها اتعملت كويس يعني. هي كان فيها كفاح من ساعه ما اترفعت المره الاولى، ثم تترد، ثم من مجدي قفشه تاني، وتقريبا رامي او حد لعبها بدماغه. راحت لخالد قاتل يعني، قاتل عليها لغايه لما جت لبيرستاو وجت جون. فانت جبت هدف وحققت اللي انت عايزه، ويعني ما همشي معاك انت ما انا بقول لك انا رسمي بالورقه والقلم، انت محتاج 5 نقاط في خلال 6 مباريات. احنا عايزين نحسمها مبكرا. صعب قوي. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها ويحسمها مبكرا، وان شاء الله نبارك على الدوري العام عشان انت وعادل يعني تهدوا كده. هو عادل، هو كمان ده عادل، بس هو ده كمان دخل مع عادل؟ هو لا، اصل انا كنت قلقان جدا الشوط الاولاني لما عدى الشوط الاولاني. بص انت على طول قلقان. ايوه انا انت على طول قلقان قبل شوط اول تاني تالت. اكسب انت بس الماتش الجاي، وسيراميكا تكسب وخلاص. لا انا وجهه نظري، لا مش وجهه نظري، انا اتمنى حاجه تانية. تتمنى زي ما تتمنى، انما انا اتمنى بكره يبقى في الجزيره حاجه تانية ان شاء الله. يعني نكسب الاتحاد، تفرقش معايا هاخد الدوري ازاي؟ نكسب لا نكسب الاتحاد ان شاء الله، نكسب الاتحاد وناخد الدوري رسمي بعد ماتش الاتحاد ان شاء الله، الماتش اللي بعد ماتش الاتحاد. فالاصرار كان واضح من كل اللعيبه، بصرف النظر بقى عن المستويات الفنيه لكل واحد، لكن كلهم كانوا بيكافحوا النهارده وجبنا جون بشكل كويس. في كورتين حصل في العرض النهارده، وفي كره طبعا لشريف اللي ضرب، كره عبد القادر وكره شريف. عبد القادر الشوط الاولاني وشريف الشوط الثاني، الشوط الاولاني وبعدين كره شريف الشوط الثاني. دي ما كانتش موجوده في، ما هو خلي بالك في توفيق في الكوره صحيح. انتوا حللتوها انه فيها قوه زياده من شريف عشان عايز يضمنها، لكن في لك برضو ان ما كانت ممكن تضرب في بطن في العارضه وتدخل، او حتى بتاعت عبد القادر كانت ممكن تبقى شريف. صح. ففي فرص راحت ليك يعني، والاسماعيلي كافح على قد ما يقدر وعلى قد ظروفه. الشوط الثاني نسبيا بقى عندهم خطوره شويه على المرمى عكس الشوط الاولاني، بس خلي بالك الخطوره معظمها كان عن طريق اخطاء مننا. ماشي، هو في اخطاء طبعا من رامي ومحمد عبد المنعم. رامي الكره اللي هو يعني يعتبر باللغه كده ورط فيها ديانج اللي هو جاب فاول، وكره ثانيه لعبد المنعم اللي هو عايز يلف، الشامي خطفها منه وكانت ممكن تيجي جون، بس هو لحق نفسه، قصدي الشبراوي اعتقد مش الشامي، لحق نفسه تاني. وفي كره لياو انور اللي عمل لهم يعني ريحه من الخطوره، يعني في واحده اول ما نزل عملها والشناوي طلع قبله وخبطوا في بعض، يعني الى حد ما. فمبروك للنادي الاهلي انه يستحق طوال ال90 دقيقه اللي كان الافضل، ويستحق المكسب، وهارد لك للنادي الاسماعيلي.
وكلنا رغم ان احنا المفروض نبقى على الحياد مع كل الفرق، ولكن بصفه خاصه بنتعاطف مع فرقه زي الاسماعيلي، انه نتمنى انه يفضل في الدوري لشعبيته وتاريخه وكده، وبنحب الفرق الشعبيه تبقى موجوده. انا يمكن بصفه خاصه هبقى متعاطف كمان مع اسوان عشان بلدي وكده، لكن هما الفرقتين شعبيتي وليهم جماهير، لان معظم الفرق بقت فرق شركات وهيئات. الدوري بدون الجماهير هيبقى صعب قوي. بس انا ممكن معلش انا ليا تعليق في الحته دي. والمحله طبعا. هو لحظه واحده بس. الكوره دلوقتي بقت فلوس. ما هو فلوس يا ايمن، بس جماهير برضه. ماشي يا كابتن، معاك، انا معاك. بس في نفس الوقت ما هو انت ما تقوليش نادي جماهيري بس معهوش فلوس يصرف. ما هو لازم نشوف لها حلول بقى، يعني احنا بقى كدوله كاتحاد كوره، بص كدوله كدوله كاتحاد كوره كمسؤولين ككل الناس، ازاي نفكر انه الانديه الشعبيه دي يبقى عندها مواد، ازاي ليها حلول ان هي لانه في النهايه الكره اصلا للجماهير. مش هفضل انا العب كل الماتشات والمدرج بين فرق واخرى 12 13 فرقه في الدوري، ممكن ما يبقوش 10 انفار بيتفرجوا على الملعب. انت بتعمل الكوره لمتعه الجماهير، بتكسب من ورا الجماهير كصناعه، بتسوق للجماهير حتى في البيوت، حتى في البيوت الناس بتتفرج غالبا على الانديه الشعبيه اكتر. صحيح الانديه الشركات والمؤسسات عملت حاله، ولكن مش هينفع الدوري كله هيبقى بس لازم لها حلول ونتكلم فيها وقت تاني. دي عايزه حلقات وحلقات.